زميل سلمان سليس من منصة الملاك. سلمان تفضل. حياك الله فهد، حياكم الله مشاهدينا الكرام. ما زلنا نرصد تصاريح وآراء الملاك حول مشاركتهم اليوم. معنا المشارك اليوم لأول مرة من دولة الإمارات كرامة المنهالي. كرامة، صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور. أول شيء نحييكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأول مشاركة لك في مهرجان الملك عبد العزيز، كيف شفت مهرجان الملك عبد العزيز؟ والله لي مرحبا ومسهلا، نحن جينا طلع منكم مشاركين في هذا المهرجان الطيب وله سمعة قوية، وهذا المهرجان يعني مش دول الخليج دول العالم، وهذا المهرجان حرك سوق الإبل وناس استفادت وباعت واشترت وتنافست بسبب هذا المهرجان، وطول أعمار الشيوخ والملوك واللي قايمين على هذا المهرجان الطيب. بسألك عن أسواق الإبل، بعد إعلان إقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، كيف شفتوا حركة السوق؟ والله حركة السوق ما يحتاج دي توضيح مني من العالم كله. هذا المهرجان من يوم استوى الحمد لله ولع سوق الإبل، وخاصة احنا يا أهل المياهيم صار فيه تنافس وفيه تشجيع، وناس أول كانوا ما يشترون، لكن من استوى هذا المهرجان تشجعت الناس واشترت ونافست وناس استفادوا الحمد لله وباعوا بسبب هذا المهرجان. وطول الله أعمار ملوكنا اللي سبب فتحوا له هذا المجال المنافسة الطيبة. اليوم أنت مشارك فرديتك، طبعا كلمنا عنها، إنتاج ولا مشترى؟ والله طال عمرك أنا مشارك في هذا الشوط، وشوط قوي، وهذا البكرة مشترى سلالتها طال عمرك على بعير الخالدي اللي هي ابوها ولد حصان بعير بن شعر. طيب نعم. شفت الشوط وقوة الحلال، المجاهيم هالسنة سجلت قوة غير متوقعة، أنت كيف شفت فرديتك؟ والله طال عمرك الحمد لله نحن دخلنا في شوط فيه سن طال عمرك الجذع وسن اللقاية والحقائق، اللي هو الشوط 174 ناقة دخلت في هذا الشوط، والحمد لله تأهلنا مع العشر، وهذه ناموس بذاتها يا أخونا، والحمد لله التوفيق من الله، والله يوفق الجميع إن شاء الله. فالك التوفيق إن شاء الله، وشكرا لك كرامة. يا مرحبا فهد. طبعا هذا كرامة المنهالي المشارك لأول مرة من دولة الإمارات الشقيقة، الصوت والصورة لك. شكرا زميل.